السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة على الجميع. صلوا على النبي يا جماعة. امبارح أنا أسعد واحد في الدنيا. شوف بقى، رغم هزيمة الزمالك أسعد واحد في الدنيا. أسعد واحد إن جمهور الأهلي اللعيبة بتكذب عليهم، هم صدقوا الكذبة. صدقوا إن دي بطولة. وصدقوا إن هم كسبوا الزمالك. وفرحة هستيرية في شوارع مصر كلها، وفرحة هستيرية في الإمارات. مع العلم أنت ضعيف قوي، أنت بالونة كبيرة قوي 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 على الفاضي. أنت بتلعب لعيبة نفسيتها في الأرض، بتلعب لعيبة لعبة قبلها ب 72 ساعة ماتش في رطوبة عالية جدا وأنت مريح لعيبتك. بتلعب لعيبة بتلعب نادي ما عندوش دكة وعنده وقف قيد، ومع ذلك كسبك مرتين، مرة في الدوري ومرة في السوبر الأفريقي، البطولة الرسمية مش البطولة الوهمية. بتكذبوا الكذبة وتصدقوها، بس الكذبة دي على مزاجها أنا، وفرحان قوي ومبسوط قوي. ولو أعرف إن أنتوا كده كنت أتمنى إن تغلب يا أخي، أقسم بالله. والله أنا فرحان بيكوا قوي وسعيد جدا بيكوا قوي، وسعيد أكتر بالشنيور اللي في دماغ جمهور نادي الزمالك من ناحية شيكابالا. فرحة جماهير نادي الاهلي ولعيبه نادي الاهلي والاعلام الاهلاوي والشارع الاهلاوي بضياع ضربه الجزاء اللي ضيعها شيكابالا فرحه هستيريه. شيكابالا اسمه شيكابالا الشنيور، الشنيور الجديد اللي عامل خرم ليكوا كلكوا. ياه، ده الواد بقاله 12 سنه 13 سنه عمال تشتموا فيه، وعمال تلعب سلسفه اهله وتتريقوا عليه وعلى والدته الله يرحمها. يا واحد عامل فيه كله كده، ولما تكسبوا كاس صفيح، كاس بطوله وديه ملهاش اي لازمه. وشوفوا تعبير كابتن الخطيب بعد الماتش لما الكاميرا جابته، قاعد ولا فرحان ولا اي حاجه، لان ده عارف ان نادي الزمالك نادي الاهلي سيء جدا في الماتش، عنده مدرب ضعيف جدا، نادي الزمالك جامد قوي 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 ورغم الظروف دي كلها. وكابتن الخطيب بيفكر في كده، عندهم الظروف دي كلها وعندهم المشاكل دي كلها ويعملوا معانا كده 30 دقيقه بس العبها، وطول الماتش ما اروحش للجون ماسكني تك 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 تك، ولعيبه الاهلي ابتدت تقع على الارض وتهرب. رامي ربيع شوف اللعيبه قالت له ايه في الاتوبيس وفي الفندق، يا ابني انت كل شويه تهرب، كل ما الماتش اي ماتش نلعبه جامد تهرب. شوفوا رامي ربيعه لما كسب بضربات الجزاء قعد قد ايه في الملعب، يلف الملعب كله ويجري سبرنتات ويتنطط. مصاب، واضح انه مصاب. هو ده كده رامي ربيعه على طول، لما يلاقي الماتش فيه شده وهيقع وهيتغلب يهرب. هو ده، هي دي امكانياته، يعمل ماتش او ماتشين كويس في السنه يقعد عليهم طول السنه ويجدد، ما يمشي السنه الجايه يجدد، يلعب ماتش كويس يجدد، يلعب ماتش كويس يجدد. هو ده رامي ربيعه اللي مسمينه في النادي الاهلي الهروب الكبير. ساعه ونص بعد الماتش بيجري وبيتنطط، واضح انه مصاب. وادي الجزيري تقيل عليه بصراحه، واد زيزو اخر الكوره يا نهار اسود. حظ، هي حظ مش مشكله. انا فرحان بلعبت باداء لعبتي وفرحان بلعبتي. نبني على كده بقى، نبني مجلس الإدارة، نبتدي نجيب صفقات في يناير. أول مرة أقولها وأعترف إن أنا أخطأت في حق جوميز. جوميز لما عدل التشكيل ولعب بدماغه مش بدماغ اللي معاه، وأفضل أكرره وأعرف بقول كويس، ظهر المدرب الكبير وأنا بقول له حقك عليا في كل انتقاد انتقدته لك. مدرب كبير شرفتنا بلعبتك، شرفتنا بالدكة اللي هي مش موجودة، شرفتنا في كل حاجه، انا بشكرك يعني. يا جماعه بعد اذنكم، جمال الاوراني صاحب اكبر لجنه الكترونيه، ما وقعوا في بعض بقى شردوا بعض، وصاحب اكبر شقه مفروشه اوراني، جمال الاوراني هيعمل حمله. وان امبارح بص على الاعلام المصري، بعض الاعلاميين يعني في التلفزيون، وبص على الفيسبوك وتويتر وانستجرام والكلام ده كله، هتلاقي جمال اوراني عامل حمله كبيره قوي على شيكابالا. شيكابالا ده واحد مننا، ده اسطوره بجد والله يا جماعه، اسطوره اسطوره يا اخي. ده انت لا في فرح في منطقه شبرا مثلا يعني، وفي فرح الناحيه الثانيه، لعيبه الاهلي كلها في الفرح ده، وشيكابالا في فرح بس لوحده، هتلاقي كل الفرح اللي في لعيبه الاهلي كله راح على شيكابالا عشان يتصور معاه، لان اسطوره وطيب واحد مننا وشال الزمالك اكتر من 15 سنه. ما يجيش واحد اورني يوقعنا، ده اورني يا جماعه، اورني يعني. هتلاقي الكتاب الالكترونيه اهو وش وحش اهو، بص دخل عايز اخد اللقطه، اصل ما اعرفش ايه. طب بص يا نجم، لو فيكوا راجل
لو فيكوا راجل يجيب اثبات ان شيكابالا ما كانش هيشوط الضربه دي. لو طلع احمد مجدي او جوميز او اي حد في الاعلام قال لك ان شيكابالا مش هو اللي كان هيشوط الضربه دي، انا اعتذر لكم واول واحد انتقد شيكابالا. اللي قال كده واحد حقودي، واحد ما بيحبش شيكابالا، والكتب اللجنه الالكترونيه اشتغلت على كده، عايز ياخد اللقطه، مش هو اللي هيشوط. انا بقول لك اهو، عرف منين؟ كلام معاهم في الاوضه، ولا كان ماسك الولد مع احمد مجدي، ولا حد قال له في التليفون صوره له وبعت له على الواتس. بص 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 شيكابالا فين؟ كدابين والله كدابين. بيوقعوك في ناس بلك الطقم، طبعا في ناس بتبلع الطقم زي الفل في جمهور الزمالك، في ناس فيهم بتبلع الطقم زي الفل، بتخش مع جمال قرني والكتاب الالكتروني شغاله زي الفل، اه عندكم حق ويكتب، اه عندكم حق ويكتب. والله العظيم معاك كدابين. شيكابالا ده اسطوره، الوحيد اللي بقاله 12 سنه بيتشتم. افهم بقى اشمعنى هو اللي بيتشتم بقاله 12 سنه؟ ما تغير مليون جيل ومليون مدرب، اشمعنى هو؟ يعني هل شيكابالا بيروح يتنرفزهم؟ هل شيكابالا انه اسطوره عايز يهد الاسطوره بتاعتك؟ لانه اللعيب قعد فتره كبيره هو اللي شايل نادي الزمالك اكتر من 10 سنين لوحده. ما كان في وقف قيد وكان في صفقات فاشله بتيجي، هو اللي كان شايل الليله كلها لوحده. فوق يا جماعه بعد اذنكم، جمال قرني مش هو اللي جرجركم، خلاص اتخانقوا مع بعض وشردوا بعض او فضحوا بعض قدامكم، انتوا لسه هتفكروا تاني؟ راجل فضح يعني، راجل ربنا يحفظنا يعني النهارده الجمعه يعني، ربنا يحفظنا يحفظ بيوتنا يعني. قرني يا جماعه، واحد قرني هيشتغل ايه يعني؟ قرني. كل الدعم وكل التوفيق لمجلس اداره نادي الزمالك المحترم اللي شال شيله كبيره جدا. ان شاء الله اللعبه تخرج بالسلامه، هتخرج بقى خلاص خلاص الموضوع خلص يعني. قال لك الاهلي ما خسرش مرتين، دي بطوله وهميه يا جماعه، بتضحكوا على نفسكم؟ دي بطوله تفرحوا بيها؟ اقسم بالله العظيم المفروض تستخبوا، استخبوا اقسم بالله. كاس بطوله وهميه واداء وهمي، لعبت لي 25 دقيقه 30 دقيقه حلاوه روح، في الاخر تقول لي خدت بطوله وهميه، بطوله وديه، وساعه ضربات الجزاء الوش كل واحد وشه بيعيط تكذبوا الكذبه وتصدقوا على الجمهور. الجمهور كده كده بيصدقوا، الجمهور كده كده بيدور يعني. جمهور الاهلي لوز احسن جمهور يضحك عليه. بطوله وهميه ولا دي بطوله وديه يا ابني، رغم انها بطوله قاريه قبلها باسبوع، بتضحك على نفسك. كل الدعم وكل التوفيق لمجلس اداره نادي الزمالك معاكم في ظهركم. خلاص بقى فهمنا اللعبه، احنا بقى قدام الزمالك كلنا فهمنا، بنطلع في الاعلام كلنا دلوقتي ايد واحده ضد اي مخلوق فقط يقلل نادي الزمالك. كل الدعم للاداره. كل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده، وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهوره وادارته ولاعيبه، كلكم كنتوا على قلب رجل واحد، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ناخد السوبر المصري للمره 15 في تاريخنا، طبعا قصاد غريمنا اللي واخد السوبر المصري 4 مرات، في فرق كبير جدا. تعال بقى شوف بقى ايه الملط اللي بيتكلم ليل ونهار اسامه حسن، اللي لا عاجبه اي حد، ولا عاجبه منتخب، ولا عاجبه فرق، ولا عاجبه لعيبه، معرفش ملته ايه، ما تفهمش كلامه ازاي، معرفش ايه يا عم في ايه. يقول لك ده بطوله وديه، ده كاس صفيح. يا راجل كاس صفيح، هو ايه البطوله في نظرك؟ انا مش فاهم يعني كاس صفيح ازاي، اللي هو ازاي يعني كاس الصفيح ده؟ اهي بطوله وخدناها. لا اله الا الله، دايما تطلع لازم تطلع زي الشريك المخالف. ايوه انت عامل زي بيقول لك ايه، انا اعترض اذا انا موجود. يا عم تليه واسكت يا عم، وخليك في اللي انت فيه وخليك في هكسك بقى. انت طالع دور مش دورك وبتقلد رضا عبد العال في كلام انا ما مش فاهم بصراحه يعني. والشيكابالا، شيكابالا شانيور في دماغه كلام فاضي. شانيور ايه وبتاع ايه يا عم؟ انت شغال سباك يا ابني ولا ايه؟ ايه الكلام الفاضي اللي بتتكلم فيه ده؟ يقول لك شوف الكابتن الخطيب قاعد مش عايز يحتفل لانه عارف ان البطوله دي. يا ولد يا ولد، من امتى كان الكابتن محمود الخطيب بيطلع ويهلل زي لباليبو؟ الراجل بيحترم نفسه وراجل مريض، الراجل ملوش في الكلام الفاضي ده، الراجل ملوش في الكلام الفاضي ده. انتوا عالم بتفرحوا، مكسبكم الوحيد مش ان انتوا تاخدوا بطوله من النادي الاهلي، ده المكسب ان انتوا تفوزوا على النادي الاهلي. شيكابالا قالها وبشير التبعي قالها وكلكم قلتوها. انت شفت جري يعني، ما اعرفش مش عايز يكبر. انت كبرت يا ابني وعلى وش الاعتزال يا شيكابالا، مش فاهم انا يعني ليه كده. احترم نفسك يا عم، احنا في دوله غريبه، وقلنا بقى احنا مش في مصر بقى يا جدعان. مش كفايه الثلاثه المحبوسين؟ ربنا يفك كربهم. عايز تعمل اي مشاكل؟ ما شفناش اي مشاكل في السوبر الافريقي من النادي الاهلي اللي ما شفناه، كل واحد فيكم
يقول مبروك مثلا، احنا ماشي احنا كنا وحشين في الافريقي، في السوبر الافريقي، وقلنا لكم مبروك، وانا واحد من الناس اهلاوي واهلاوي جدا، قلت والله احنا ما كناش كويسين وكنا نستحق ان احنا نخسر والزمالك كانت تكسب، لكن تطلعوا تقولوا ده شغالين بالتعريض والحكام يا عمي الحكام كلها قالت، والمحللين الرياضيين قال الكرة اوفسايد، خلاص انتهت، خلصت بطولة وخلصت، بس شيكابالا بس عايز ياخد اللقطة وخلاص، حتى في ضربة الجزاء عايز ياخد فيها اللقطة، يعني له دوره في ان هو يشوط ضربة الجزاء، ولا دوره ان هو يكون موجود في الضربة دي وبيخش عايز ياخد اللقطة. سبحان الله سبحان الله والله. طلع لكم امام عاشور امبارح زي ما قال شيكابالا، الواحد مننا ب 20، امام عاشور قال لك الواحد مننا ب 100، اللي بيعدي من جنب سور النادي الاهلي بياخد بطوله. صباح الفل يا كابتن اسس.